قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية وخريج الجامعات. الشروط المطلوبة: صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها، ومن خريج الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة لصالح الكلية الحربية للعمل ضباط محاربين، ولصالح الكلية البحرية للعمل ضباط بحريين. جاء ذلك خلال إعلان اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية العسكرية شروط القبول في الكلية الحربية. تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمي والأدبي ألا يزيد السن في الأول من نوفمبر 2021 عن 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية المجموع 70% فأكثر. شروط القبول في الكلية البحرية. تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي شعبتي الرياضيات العلوم، وكذلك الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي، وألا يزيد السن في الأول من نوفمبر 2021 عن 21 سنة، وإن تكون النسبة المئوية للمجموع 70% فأكثر. أن يجيد الطالب السباحة. شروط الكلية الجوية. تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمي والأدبي، وألا يزيد السن في الأول من نوفمبر 2021 عن 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 65% فأكثر. شروط الكلية الفنية العسكرية. تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي شعبة الرياضيات فقط، وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية علمي والشهادات المعادلة من القسم العلمي ألا يزيد السن في الأول من نوفمبر 2021 عن 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 92% فأكثر. شروط كلية الدفاع الجوي. تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي شعبة الرياضيات فقط، وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي، بشرط أن يكون الطالب قد تحصل في مادتي الفيزياء والرياضيات على 70% فأكثر، وألا يزيد السن في الأول من نوفمبر 2021 عن 21 سنة، أن تكون النسبة المئوية للمجموع 85% فأكثر. شروط كلية الطب للقوات المسلحة. تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي شعبة العلوم فقط، وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي، وألا يزيد السن في الأول من نوفمبر 2021 عن 21 سنة، إن تكون النسبة المئوية للمجموع 96% فأكثر. شروط المعهد الفني للقوات المسلحة. يقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي شعبة الرياضيات العلوم والحاصلين على الثانوية الأزهرية القسم العلمي، ويقبل الحاصلين على شهادات الثانوية الصناعية نظام 3-5 سنوات من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم أو التعليم المزدوج التابع لوزارة الإنتاج الحربي فقط أو معهد الدنبسكو، بشرط أن تكون التخصصات الميكانيكا الكهرباء فقط. ويقبل الحاصلين
الحاصلين على شهادة الكلية التكنولوجية المتوسطة التابعة للمجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام فقط، وطبقا للشروط والتخصصات والشعب التي تقبل بالمعهد، كما يقبل الطلبة المقيدين في دراسات شهادات أعلى من الشهادات المذكورة بشرط استيفاء شرط السن في المجالين الهندسي والتكنولوجي، بشرط ألا يزيد السن في الأول من نوفمبر 2021 عن 21 سنة بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والصناعية بنظام 3 سنوات، وألا يزيد السن في الأول من نوفمبر 2021 عن 22 سنة بالنسبة للحاصلين على الثانوية الصناعية نظام 5 سنوات، والطلبة الحاصلين على الكلية التكنولوجية المتوسطة من المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام فقط، وألا يزيد السن عن 23 سنة للطلبة المقيدين في الدراسات الأعلى، وأن تكون النسبة المئوية لمجموع الحاصلين على الثانوية العامة 60% فأكثر، والثانوية الصناعية 75% فأكثر. الشروط الخاصة والتخصصات المطلوبة من حملة المؤهلات العليا كالآتي: الكلية الحربية تقبل التخصصات الآتية: تربية رياضية، تجارة، حقوق، زراعة، لغات: إنجليزي، عبر روسي، فرنسي، صيني، علوم، جميع التخصصات: حاسبات وتكنولوجيا المعلومات، ألسنة، جميع التخصصات: لغات وترجمة، جميع التخصصات: اقتصاد وعلوم سياسية، الإعلام والصحافة، الآداب، إعلام، علم نفس، بشرط أن يكون الطالب حاصل على تقدير جيد فأعلى، وألا يزيد السن في الأول من نوفمبر 2021 عن 24 سنة، وأن يكون الطالب حاصلا على المؤهل الجامعي في عام 2021 أو عام 2020 فقط، وتكون مدة الدراسة بالكلية الحربية 2 عام ميلادي. الكلية البحرية تقبل تخصصات الهندسة: هندسة الحاسبات، هندسة كهرباء قوة، هندسة ميكانيكا قوة، هندسة الاتصالات والإلكترونيات، هندسة ميكاترونيك، هندسة بحرية، بناء سفن. تخصصات الهندسة التطبيقية: تقنية النانو. ولا يتم قبول خريج الأكاديميات والمعاهد الخاصة باستثناء تخصص هندسة بحرية وبناء سفن فقط من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك بعد اعتماد الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات، بشرط أن يكون الطالب حاصل على تقدير مقبول فأعلى، وألا يزيد السن في الأول من نوفمبر 2021 عن 25 سنة. تخصصات العلوم: علوم فلك، علوم أرصاد جوية، علوم فضاء، علوم فيزياء، علوم رياضيات، علوم حاسبات، علوم كيمياء، علوم بحار. تخصصات التربية: فيزياء، كيمياء، رياضيات، بالإضافة إلى كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، بشرط أن يكون الطالب حاصل على تقدير جيد فأعلى، وألا يزيد السن في الأول من نوفمبر 2021 عن 24 سنة، وتكون مدة الدراسة بالكلية البحرية 2 عام ميلادي. وسيتم فتح باب سحب الملفات من المكتب الرئيسي بالكلية الحربية بمصر الجديدة فقط اعتبارا من يوم الأحد 25 يوليو 2021، وحتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021. وحرصا على سلامة المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، ومنعا للانتشار فيروس كورونا، سيتم تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة على الانترنت تنسيق كونية بسمة إيجي اعتبارا من يوم السبت 7 أكتوبر 2021 وحتى يوم الثلاثاء 9 يوليو 2021، وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملفات إلكترونيا، وذلك لتقليل كثافة الحضور في اليوم الواحد، كما سيتم إجراء اختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية في نفس يوم سحب الملف، وذلك بغرض تقليل عدد مرات تردد الطالب لصالح الاختبارات. الشروط العامة للقبول:
أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وألا يكون الطالب أو أبوية مكتسبين جنسيات أخرى، وأن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو المؤهل الجامعي، بشرط أن تكون سنه الحصول على المؤهل خلال عام 2021 أو عام 2020 فقط، وأن يكون الطالب قيدا بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية في حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها من العام السابق، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون الطالب حسن السير والسلوك، وأن يكون غير مزوجا أو سبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية أو المعهد العسكري، وألا يكون الطالب قد استقال أو فصل توديبيا من أي كلية أو معهد أو مدرسة عسكرية، وألا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، وألا يقل الطول لجميع الكليات عن 170 سمة عدا الكلية الجوية فقط فيسمح للطول حتى 158 سمة كحد أدنى، وأن يكون الطالب لائقا طابيا طابقا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبي العام للقوات المسلحة، ولا يجوز إعادة الكشف الطبي على الطالب في نفس الدفعة المتقدمة في نفس العام في حالة عدم لياقته الطبية، وأن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية بنجاح ولا يجوز إعادتها في نفس الدفعة المتقدمة في نفس العام في حالة عدم اجتيازه الاختبار، وأن يجتاز اختبار قفزة الثقة فحمام السباحة بنجاح من ارتفاع 7.5 متر دون تردد ومن المرة الأولى وفي زمن لا يزيد عن 3 ثواني من إصدار الأمر بالقفز، وأن يجتاز الطالب الاختبارات النفسية والاختبار الشخصية كشف الهيئة وكذلك اختبار المعلومات العامة، وأن يجتاز الطالب بتفوق الاختبار التفضيلي اللغة الإنجليزية الحاسب الآلي، وأن يجتاز الطالب الاختبارات الطبية المتقدمة والتي تشمل التحاليل التخصصية المتقدمة، ويحسب المجموع للثانوية الأزهرية والشهادات الأجنبية بعد المعادلة الخاصة بالمجموع، وأن يتقدم طالب الالتحاق بتعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول والتي تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة وجوده بالكلية، وأن يكون الطالب حاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة فقط وليس المعاهد العليا الأكاديميات، أن يلتزم الطالب الحاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية بالتوقيع على الإقرار الموجود بالملف والمتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعي، يسمح للضباط الاحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حاليا بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط، اجتياز السباحة شرط خاص باختبارات الكلية البحرية، كما خصص مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية على الصفحة الرئيسية لموقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية على الإنترنت للتعرف على المستندات المطلوب تجهيزها ومكان استخراجها عبر الموقع تنسيق كونية بسمة إيجي، ويجب على الطالب وولى أمره السعي لإحضار هذه الأوراق من الآن نظرا لأن استخراجها يتطلب وقتا طويلا مما قد يؤدى إلى التأخير وتعطيل إجراءات القبول.